السلام عليكم. قمت بإنشاء مجموعة خاصة بمستخدمي نظام اللينكس في جامعة الحسين بالطلال، وهذه الجامعة اللي حاليا بدرس فيها. طبعا هذه المجموعة متاحة للجميع ومفتوحة للجميع، سواء من داخل الجامعة أو خارج الجامعة، وأي شخص مهتم بنظام اللينكس بإمكانه الانضمام لهذه المجموعة والتفاعل من خلالها وطرح الأسئلة المختلفة حول النظام. طبعا هذه المجموعة بتحتوي على شروحات متنوعة متاحة لأعضاء المجموعة، والرابط الخاص بالمجموعة موجود هون، فبالإمكان الذهاب لهذا الرابط والانضمام للمجموعة. كذلك قمت بإنشاء توزيعة، هذه التوزيعة معدلة عن توزيعة كوبنتو. التوزيعة كثير رائعة وتحتوي على برامج متنوعة، فبالإمكان تنزيل التوزيعة من خلال الذهاب للرابط bit.ly/mykubuntu، فهذا الرابط الخاص للحصول على التوزيعة. طبعا هي موجودة على الجوجل درايف، فهذا آخر إصدار للتوزيعة في 6/8/22، فبالإمكان الدخول لهذا الرابط وتنزيل التوزيعة من خلال هذا الرابط. طبعا بتمنى الجميع أنه ينضم للمجموعة وكذلك يحاول يجرب هذه التوزيعة ويعطيني رأيه فيها من خلال التعليقات في أسفل الفيديو. وشكرا لكم، الله يعطيكم العافية.